السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات مع أم شعيب. اليوم غادي نديرو مع بعض واحد الكيك مخطط أو لا زيبغي. كيك عادي غادي نديروه بشكل مغاير وزين. غادي نحتاجو إن شاء الله 3 ديال البيضات كبارات، أو إلا كان الحجم صغير نديرو 4، كاس ديال الزيت، كاس كبير ديال الزيت، كاس كبير ديال السكر سنيدة، كاس كبير ديال الحليب عادي. نحتاج هنا 2 مغرفات ديال الكاكاو المر. نحتاج 1 معلقه صغيره من البودره ديال الفانيا، ولا الا ما كانش متوفر نديرو فاني ساشي ديال فاني سكر ولا سائله ولا اللي بغيتو. غادي نحتاجو الدقيق على حسب الخليط. انا درت هنايا 300 غرام دقيق. غادي نشوفو في التالي نقول لكم شحال دخلت نيشان في الكيكه. واحد ساشي ديال الخميره الحل نتاع الحلويات من وزن 15 غرام. صافي نبداو على بركة الله. بسم الله بسم الله. غادي نبداو بالبيض، نخدموه مع السكر شوية. كيك عادي ما فيهش، ما نطلعو حتى لا بضرب كهربائي لا والو. صافي نزيدو عليه كاس ديال السكر سنيدة، كاس كبير، وقبصه من الملح. نسيت ما قلتهاش، ضروري في دائما في الحلويات نديرو قبصه ديال الملح. بسم الله. غادي نخلطو غير باش يذوب لنا السكر مع البيض، نسجمو المكونات وصافي. غادي نزيدو مغرفه صغيره ديال الفاني، احسن ديروها مع السكر في الاول. هاكا تقريبا. نزيدو كاس ديال الزيت، زيت نباتيه. نزيدو كاس ديال الحليب. صافي غادي نبقاو نزيدو في الدقيق شويه بشويه حتى يبان لنا الخليط هذاك هو. بسم الله. ضروري ما نغربلو الدقيق، سينو يبقاو لنا دوك الكويرات في الكيك ما غاديش يعذبونا شويه. صافي هنايا هذا هو القوام، يبان لي مليح. درت ديك 300 غرام كامله ديال الفرينه اللي عبرت. اخر مرحله غادي نزيدو الخماره تاع الحلويات، بيكنج باودر. صافي هنا
هنايا غادي نقسمو، غادي نقسمو الخليط على زوج. الا كان من الاحسن نعبروا نيشان، نعبروا نيشان الكميه باش تجي متساويه، سينو غير عندنا ميزان ما نعبروا. صافي تقريبا هذا البيض غادي نزيدو له شويه ديال الفرينه باش ما ي... خاطر الاخر غادي نزيدو له الكاكاو باش يجيو، يجيو نفس الثقل. مقدار ديال واحد جوج مغرفات الكميه ديال الكاكاو باش يجيو نفس القوام. هذا نزيدو له الكاكاو المر، جوج مغرفات ديال الكاكاو المر. نخلطو مليح حتى ينسجم مليح من الخليط، يجينا لون موحد وصافي. هنايا جبت مول دائري، من الاحسن يكون دائري باش باش يجي داك الشكل حلزوني. هذا القطر ديالو 26 سنتيمتر. فرشتو هنايا بالورق الزبده بابي سيفوريزي، والجناب هنتو بالزبده ورشيتو من الدقيق عادي. غادي نبداو بسم الله، غادي نجيبو شي حاجه نبقاو نديرو، نديرو دائره بدائره. بسم الله بسم الله، ندير الابيض ابيض، ندير فوسطة دائرة باللون الاسود نتاع الشيكولا. نحاولو نجيو الوسط ديالو ونخليوه يهود هكا. صافي تقريبا ميزو عندنا ميزاننا نفس الكمية، ونعاودو نفس الشيء من ابيض اسود حتى نكملوا الكميه ديالنا. صافي غادي نكملوا على هذه الطريقه حتى نكمل الخليط اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. صافي هنايا كملت كاع العجين اللي كان عندي، غادي ندخلها الفران كما مولفين طيبوا الكيك ديالكم. الا مولفين تدخلوا الفران سخنوه قبل، ولا مولفين تدخلوه بارد. انا غادي نسخن واحد جوج دقائق قبل ون درجه حراره متوسطه، واللي عندك فران ديال الضو يدير 180 المده تقريبا من 40 حتى 45 دقيقه. كي نشموا الريحه ديال الكيك طلقت هكا صافي نعرفوا بلي طاب، نحلوا الفران ما نحلوش قبل، نحلوه نشوفو ندخل واحد الكيغدون، الا كان ناشف صافي غادي نقلعوه. هنايا من بعد ما طابت وخليتها بردت شويه، انا صراحه تفلقت لي شويه منها بصح معليش، ما المهم هو المذاق. غادي نزوقها شويه تزيني يبقى على حسب الذوق ديالكم. انا غادي ندر عليها غير شويه سكر كلاصي
وصافي بسم الله. تقدروا ديروا بحال بوندات ديال سكر كلاصي والكاكاو، مع ان فيها الفاني الفاني والكاكاو على حساب الذوق. زيدو لنا شويه بجناب صافي بهذه الطريقه. غادي نقطع لكم واحد المرصو باش تشوفوا الشكل من الداخل. بسم الله. كيجي من داخل مخطط بشكل زين وهشيشة وبصحة وراحة. نتمنى ان هاد الوصفة تكون نالت اعجابكم، وخليولي الرأي ديالكم في الكومنتار، والى فيديو اخر بإذن الله. السلام عليكم.